دوركم كسلطة تشريعية، دور السلطة التنفيذية في إحقاق هذه القرارات وتنفيذها على أرض الواقع؟ لا شك من المهم جدا أن يكون المرشح لانتخابات مجلس النواب العراقي سليما من ناحية النزاهة ومن ناحية القوانين الأخرى الحاكمة، القوانين الخاصة، والخاص يقيد العام. لذلك نعم، نحن نضم صوتنا إلى صوت هيئة النزاهة، خصوصا أن هناك أعداد كبيرة من السياسيين الذين شملوا بقانون العفو الذي تم تشريعه في مجلس النواب العراقي عام 2016، وبالتالي لا نرغب أبدا بشمول السياسيين الفاسدين، خصوصا من صدر بحقهم يعني قرارات نهائية بهذا الموضوع. لذلك أنا أعتقد أنه هو المرشح بذاته الذي يشمل بهذه القوانين، ينبغي عليه أن يبتدئ بنفسه وعدم الترشيح. المهم جدا أن يكون المرشح نزيها وقويا ويتمتع بالوطنية، وبالتالي نقدم مرشحين بهذا المستوى العالي ونوصل رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي. لذلك نعم، نؤيد ذلك وندعو جميع الجهات القضائية والادعاء العام إلى متابعة السيرة الذاتية للمرشحين وعدم يعني القبول بأية ضغوطات خارجية وداخلية، لأنه من الضروري بمكان أن يكونوا المرشحين على مستوى عالي من الموثوقية. إذا ما علمنا هناك اليوم أشبه بالعزوف عن المشاركة بهذه الانتخابات كما كان في السابق وحتى الانتخابات المقبلة. لذلك عندما نقدم مرشحين بمستوى عالي سنشجع الناخب وسنشجع الناخبين بشكل كامل على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. التغيير ينبغي أن يكون عبر صناديق الاقتراع من خلال اختيار مرشحين بمستوى عالي، دون ذلك سنوصل رسائل سلبية وبالتالي يكون عزوف ولن يحظى مجلس النواب العراقي المقبل بمصداقية وبموثوقية سواء من الداخل أو من الجهات الخارجية الأخرى. وبالتالي ندعو من الآن وعبر قناتكم أن يكون جميع المرشحين بمستوى عالي لغرض ضمان مشاركة فعالة وتمثيل محترم. طيب.